إيش المميز برائد الأعمال اللي هو بالأصل الرؤية والهدف والعمل الجاد؟ وأنا من الأشخاص اللي بحب أشتغل حتى لو 18 ساعة، لأني فعلياً بكون مستمتع بهذا الشغل، بالإضافة لتبادل المهارات الموجودة بالفريق، وهذا أكثر إشي تعلمته بكندا. نصيحتي للشخص اللي بده يبلش بشركته الخاصة، أول إشي يأخذه بالحسبان اللي هو بالأصل اختيار الفريق الصح، أو برضو بكررها اختيار الفريق الصح اللي بيتشاركوا بنفس الهدف والرؤية، لأنه هيك بالأصل الرحلة رح تكون كثير طويلة. وما ننسى أكيد أنه يرجع للأشخاص ذوي الخبرة عشان تتأكد أنه أنت ماشي بالشكل الصحيح، ويساعدوك بأفضل طريقة ممكنة، واستغلال المصادر الموجودة بأقصى قدر ممكن. الإشي اللي حاب أكسره بمجال الريادة اللي هو إحنا كيف ممكن نطور ونستغل مهارات الشباب، خصوصاً الشباب اللي بالوطن العربي عندهم مهارات بتفوق أي مهارات موجودة بالعالم، وهذا الإشي اللي إحنا منحاول إنه إحنا نستفيد من هاي القدرات ونبنيها بالنهاية، عشان نبني أكيد راح تعكس على مستقبلنا ومستقبل الوطن العربي، وأكيد مستقبل الأردن لمستقبل مستهدف.